السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو دوت هنبدأ نستكمل باقي حديثنا عن مرض القولون العصبي اللي احنا ابتديناه وشرحنا قبل كده ايه هو المرض دوت، وايه هي الأعراض اللي بيشتكي منها المريض، وايه هي الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوثه أو ظهوره، وكيفية التشخيص. هنبدأ نتكلم بقى على النقطة اللي بتهم كل شخص فيه، هو ازاي نبدأ نعالج مرض القولون العصبي. لازم عشان نبتدي خطوات العلاج ان المريض نفسه اول خطوه فيها لازم يعرف ان هو يعاني من مرض القولون العصبي وان هو ما عندوش اي مرض تاني. دي بتفرق كتير في استجابته للعلاج والحاله المزاجيه بتاعته، وان هو دايما بيبقى متخوف من امراض تانيه، ويكون ديت اعراض لامراض ممكن تكون حاجه مش حميده يعني، بيخاف منها، فده بيفرق كتير قوي في استجابته للعلاج. لو اتكلمنا بقى عن الوقاية نفسها من المرض دوت، بنقول ان احنا دايما بنحاول ننصح المريض بالبعد التام عن كل المسببات اللي بتأثر على ظهور اعراض مرض القولون العصبي والتوتر اللي بيتعرض له تقريبا خلال يومه، وان احنا بنحاول في الاكل بتاعنا ان احنا نحاول نحافظ على معدل الوجبات بتاعتنا من حيث الكمية بتاعتها والأوقات بتاعتها. تاني حاجة بنشجعه دايما ان هو يبعد عن التدخين، ويحاول دايما ان هو يحافظ على ممارسة الرياضة بتاعته بصورة منتظمة. لو قدر ان هو يعمل الكلام ده يوميا، ده بيؤدي بالإيجاب طبعا على تحسن الأعراض بصورة كبيرة جدا. نبدأ ندخل بعد كده في مرحلة الغذاء الصحي اللي هو دايما بنحاول ننصحه فيها، من هو يتجنب كل ما يحتوي على زيادة في الدهون، وان هو يتجنب زيادة النشويات، ويتجنب البروتينات خاصة الحيوانية. نبدأ برضو نتكلم ان احنا ننصحه بان هو يزود من اكل الفواكه خاصة الطازجة منها، ويزود من اكل الخضار. نيجي نقول له ان احنا ممكن في خلال الغذاء اليومي بتاعه، ان احنا دايما ننصحه ان هو ممكن يستبدل بعض الاطعمه بغيرها، يعني لان هي دايما لو قلنا مثلا الملح ممكن نستبدلوه بالكزبره او الكركم او الشبت، لان هم دول بيعد دايما ان هم من مضادات الاكسده يعني. وممكن نقول له ان القرفه بتحافظ على خلايا البنكرياس، وبتمنع حدوث الالم، وبتجدد دايما من خلايا الكبد والبنكرياس، وان الكرويه بتحافظ دايما على عدم حدوث الانتفاخ بشكل كبير. لو قلنا ان الشبت والبقدونس بيقلل دايما من امتصاص الدهون، الخس والزبادي بيدي دايما شعور بالشبع. بيسالوا دايما على قصه اللبن، هل شرب اللبن بيفيد ولا لا؟ بنقول لك دايما اللبن دوت من الحاجات العوامل المهمه جدا اللي هي بتزود المناعه بتاعتنا، بنقولوا عليها دايما ان هي هايلي اميونوجينيك. بس احنا دايما بنحاول نتجنب شرب اللبن في السن في الاطفال اقل من سنتين، عشان ظهور الحساسيه لديهم يعني، خاصه لو لبن بقري او لبن جاموسي، وان هو بيعمل اعراض تشبه برضو اعراض التقلصات والمغص واعراض القولون العصبي، بيبقى لدى الاطفال بيجي بنفس الطريقه دي. فاحنا دايما نقوله قبل سنتين بنحاول نتجنب اللبن، من شرب اللبن، اللبن البقري او الجاموسي للاطفال. نيجي بعد كده نقول له ان يقلل برضو من شرب القهوه والشاي، مع العلم ان القهوه والشاي بيحاولوا ان هم يعني ثبت ان هم بيمنعوا تكون حصوات المراره وسرطان القولون. لو اتكلمنا بعد كده على الصيام، هنقول دايما الصيام دوت من الفرائض اللي ربنا امرنا بيها، وان هي فعلا ثبت ان هي من ضمن المسببات القويه جدا لزياده المناعه في داخل جسم الانسان. طبعا احنا عارفين اليانسون ده بيشتغل كمهدئ عصبي، وان الحلبه دايما بتقلل حدوث الامساك. طيب مريض القولون، احنا دايما او مريض القولون العصبي دايما بننصحه ان هو لما يوصل سن الخمسين سنه ان هو دايما يعمل بعض الفحوصات الطبيه، اما دايما المنظار على القولون، عشان نتاكد من عدم وجود زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اي التهابات تقرحيه في القولون او سرطان القولون.
نحب نقول ان مرض القولون العصبي ده مرض سهل ممكن التعامل معاه لو بدأ ان الشخص دوت يتبع التعليمات دي، وهيتجنب كتير قوي من الشكوى بتاعته ومن ظهور الاعراض، وهيبدأ يمارس حياته الطبيعيه. فانا دايما بنصح كل شخص يعاني من مرض القولون العصبي بان هو يحاول دايما يعمل وقايه لنفسه من المسببات اللي بتسبب زي ما قلت لحضراتكم في ظهور الاعراض ديت، ويبدا يستشير الطبيب في الوقت المناسب ليه عشان يبدا يساعد في دخول بعض الادويه اللي بتساعد في تنظيم حركه الجهاز الهضمي. وبكده نكون قدرنا احنا نتكلم عن مرض القولون العصبي من في كل نقطه فيه. يا رب تكون كل النقط ديت واضحه وقدرنا ان احنا نفيد حضراتكم بطبيعه هذا المرض وكيفيه التعامل معاه. وانا في انتظار استقبال كل رسائلكم او استفساراتكم على صفحتي الشخصيه، صفحه عياده الدكتور تامر عبد المنعم خميس، او من خلال التواصل عبر قناتي على اليوتيوب. شكرا جزيلا.